ونرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين والنجوم الكبار الكابتن اسامه عرابي، برحب بيه وكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجاز. في البدايه طبعا بنقول مبروك، الف مبروك للجماهير المصريه، والف مبروك لمصر، والف مبروك لكل اللاعبين والاجهزه الفنيه ومجلس الاداره على هذا الاداء المتميز اللي النادي الاهلي بيكمل كمان في المباراه اللي فاتت، بيكمل النهارده اداء، نتيجه، تفوق، روح، كل الكلام الجميل النهارده اللي الاهلي عمله. احنا طبعا بنحيي اللاعبين، حي الجهاز الفني والاداري. اتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه النهائيه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكلل جهوده بالفوز. كابتن ايمن، كنا امبارح او امس نتكلم على فيكتور جوميز، وحضرتك كنت موجود، وبنتكلم على صفات الحكم، وهل هي النهارده الكلام اللي احنا قلناه النهارده تحقق في المباراه ولا لا. اعتقد ان امبارح كان كلامنا كله عن فيكتور جوميز، خاصه في الهدوء الحكم، في التمركز الصحيح وقراءه اللعب، عنده قراءه مستقبليه للعبه كابتن ايمن فوق الوصف. اللي احنا قلنا اكتر من مره هو بيدرس طرق لعب الفريقين، وبيشوف النادي الاهلي ازاي بيتحرك، بيشوف النادي الاهلي بيعمل الكونتر اتاك ازاي، بيشوف النادي الوداد وكذلك. هو بص تلاقيه في الصندوق خاصه في الدقيقه 15، يعني هنتكلم في الحاجات التحكيميه، ولكن انا بتكلم مجبل الحكم. اعتقد النهارده فيكتور جوميز، ذكاء فيكتور جوميز انقذ الحكم المساعد يا كابتن ايمن صحيح. من خطا كارثي، خطا فادح مظبوط، بالاشاره على التسلل في الدقيقه 4 صح. تاني، ولولا ذكاء جوميز في هذه الحاله ومفهومه الصحيح لبروتوكول الفار، كان ممكن سهل قوي، كان الهدف كان ممكن يتلغي. فبنتكلم على جوميز، حكم كبير ليه الخبرات، كان النهارده هادئ جدا جدا. بنقول النهارده انذارين في المباراه، انذار للاعب الوداد مع الي ديانج، والانذار الثاني كان لولي سليمان، والانذارين كانوا مستحقين. بنتكلم في معايير العقوبات الانضباطيه كانت واحده يا كابتن، وده اللي كان الكلام ده قلناه امبارح، قلنا ما عندوش حسابات مع حد، اللي بيشوفه بيحسبه. ده بالنسبه للمجمل. هنروح ل دي 4. الناس كتير بتسال هل هدف اللي جه صحيح؟ طب هل الحكم صفر مع المساعد؟ طب المساعد صح ولا الحكم صح ولا الفار صح؟ تساؤلات كتيره كابتن ايمن بخصوص هذا الهدف، لان احنا بنتكلم النهارده في تطبيق بروتوكول التقنيه، ولابد ان الكل يفهم ويبقى عنده ثقافه ايه اللي حصل النهارده في الدي 4. كويس. اولا قبل ما اتكلم في التفصيل بقول ان الهدف مروان محسن هدف صحيح 100%، دي بس بدايه، وهنشرح ليه هدف صحيح، ولو في اي سؤالات عند حضراتكم انا طبعا هجاوب عليها، لان احنا هناخد وندي في اللعبه دي. اللعبه دي خدت جدل كبير جدا جدا كابتن ايمن. بنيجي نتكلم في البروتوكول التقنيه، بنقول ان البروتوكول دايما بيقول للحكم المساعد والحكم من فضلك لما بيكون في هجمه ومن ممكن يجي منها هدف اعمل دليل للقرار، صح، خاصه الحكم المساعد. لما نيجي للعبه مرام محسن، لما نيجي نشوف ان الحاله لا يوجد بها تسلل اطلاقا، وكان في القدم لاعب الوداد كانت مغطيه التسلل، هنا بنقول الحكم مساعد ايه؟ سيب اللعب يتواصل، ولو انت عندك القرار احتفظ بيه لحين انتهاء الايه؟ الهجمه. مظبوط. هو اللي حصل كالاتي، ايه؟ هو استعجل في الاشاره على طول. ورفع على طول. ذكاء جوميز عمل ايه؟ كان ممكن ذكاء جوميز كان ممكن يصفر. صح. وبالتالي لو كان جوميز صفر خلص كانت اللعبه انتهت. مزبوط. وبالتالي لا يتدخل الفار. صح. وبالتالي كان من الممكن الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي في الدقيقه 4. صح. طب اللي حصل كالاتي، المساعد رفع، جوميز عنده ذكاء فوق الوصف، هو لامح يا كابتن، هو شاف الرايه، شاف الرايه. عايز اقول لك تلقائيا يا كابتن ايمن، انت حكم وانا حكم مساعد، عندما تشاهد الرايه وانا برفع اكيد هصفر، صفر على طول. هو عشان حكم تقيل، حكم عنده خبره، حكم واثق في نفسه، حكم محضر حاله ومحضر حاله للعبه. يعني ايه كابتن؟ القرار ما بيجيش فجاه. صح. يعني الهدف، اللاعب ما بيجيب هدف ما بيجيبش هدف كده فجاه. صح. اكيد بيبقى عنده تركيز، تحضير للعب، وبالتالي نفس الشيء للحكم. حكم قاري لعبه كويس قوي قوي، عنده تركيز فوق الوصف، شاف الحكم مساعد اشار على التسلل، سال هو كان يرفع ويصفر ويقول لك خلاص الحكم مساعد رفع. مزبوط. ولكن كان هيتحاسب مع الحكم المساعد كابتن ايمن، الاثنين كانوا هيتحاسبوا، خلي بالك. صح. في حاله ان هو لو جوميز صفر مع الحكم المساعد على التسلل، كان الحكم والمساعد كان الاثنين هيتعاقبوا او يتحاسبوا، لان الغاء هدف صحيح طبقا للبروتوكول كان هيبقى فيه محاسبه للاثنين.
ولكن بنقول تاني، بنقول ان الهدف صحيح 100%، وده يرجع لذكاء الحكم. وبنقول دايما ده درس تعليمي للكل، يعني مش بس للحكام عندنا، درس تحكيمي كمان تعليمي للحكام في افريقيا. لما يكون في لعبه زي دي كابتن علاء، لابد انك انت تهدى. حتى كمان بنقول الحكم المساعد، هو وده البروتوكول بيقول ايه؟ بيقول موجه رسالته للحكم المساعد والحكم، لو في هجوم وممكن الهجوم ده يسفر عن هدف، من فضلك اخر القرار بتاعك لحين انتهاء الهجم. ودي كانت المشكله. الشوط الثاني اللي هو سابها فضلت ماشيه وبعد كده رجع حسابها اوف سايد ثاني. بالظبط. طب هو سؤال بس يا كابتن ناصر، اتفضل. لما افرض الحكم صفر، ولا ايمن رفع والحكم صفر، تمام، وبعد ما اللعبه وقفت راح الفار قال له تعالى، تمام. شوف يا كابتن، انت برضك قلت حاجه جميله عشان برضك نوضح للساده المشاهدين. هو الناس بتقول ايه؟ بتقول لو الحكم صفر ايه اللي كان يحصل؟ طب هل الفار يتدخل ولا ما يتدخلش؟ لو الحكم صفر يا كابتن علاء في نفس اللحظه اللي الحكم المساعد اشار، مفيش تدخل، الفار لا يتدخل خلاص، لان حضرتك انت قتلت اللعبه او وقفت اللعب. يعني الصفاره بتطلع بتوقف اللعبه خلاص. هو اللي حصل مروان حسن كمان، يعني مروان حسن الصفاره ما طلعتش، مروان كمل، احسن حاجه مروان هو كمل. هو كمل ليه؟ ما هو كمل ليه؟ الناس فاكره ان الحكم صفر، هو ما فيش صفاره اصلا طلعت يا كابتن ايمن، الصفاره ما طلعتش، وبالتالي كان مروان كمل وركز وراح وسجل. مظبوط. يعني حتى الفار ما يتدخلش والكوره داخل الجول؟ ما هو الفار بيتدخل امتى يا كابتن؟ لا ثانيه واحده، اتفضل. يعني لا ايمن رفع والحكم صفر، والكوره ما فيهاش اوف سايد، صفرت الحكم تلغي كل حاجه عليك، الحكم تلغي اللعبه خلاص. ما انا بقول لك، ما انا بقول ليه ذكاء جوميز، ليه؟ لان جوميز لو كان صفر مع الحكم مساعد الفار لا يتدخل. صح، الفار لا يتدخل، لان انت حضرتك كابتن علاء انت وقفت اللعب، يعني انت صفرتك وقفت اللعب خالص، لان ساعتها اللعبه وقفت، مش هيبقى ذنب لعيبه الوداد ان هي وقفت على الصفاره. بالظبط كده، لان احنا قلنا دايما اللاعب ايه؟ اللاعب خطا الحكم. تمام يا كابتن اسامه، اللاعب بيقف على صفاره الحكم. صح، وبالتالي الحكم ما صفرش. انا بقول لحضرتك ذكاء الحكم ان هو ما صفرش مع الحكم المساعد كابتن ايمن. مزبوط. وهنا بنتكلم ده درس تعليمي للكل. هرجع تاني لحاجه مهمه جدا جدا، وهي زخيلي سويلة الحكم اللي هو المساعد. على فكره هو من جنوب افريقيا، وده من ضمن طاقم تحكيم الحكم الجنوب افريقي، بيلعب معاه على طول. يعني زخيلي سويلا ده حكم رقم المساعد رقم واحد، بيلعب مع فيكتور في كل الماتشات يا كابتن، ان هم عاملين اطقم تحكيميه، ده المساعد اللي هو بيلعب معاه على طول. طبعا النهارده اخطا خطا فادح، طبعا اكيد طبعا هيتعاقب عليه، ولكن بقول تاني ان ذكاء جوميز انقذ هذا الحكم من الغاء الهدف اللي هو في دي 4، وهدف مروان محسن هدف صحيح 100%. نيجي نروح لحاله من الحالات المهمه. يعني انا رصدت حالتين يا كابتن ايمن، الحاله في دقيقه 15، وهقول لك ازاي التطبيق بتاع البروتوكول بيطبق بشكل صحيح يا كابتن عادل. الدقيقه 15 في دخول من لاعب الوداد، دخل عمل دريبل، وقابله مين؟ عمرو سليه. عمرو سليه، تمام يا كابتن اسامه؟ صح. طيب نشوف جوميز، لو انا عندي الحاله، طبعا ما عندناش الحاله، جوميز دخل فتح لنفسه زاويه رؤيه واضحه جدا، توقع ان هيحصل حاجه. يعني ما بقاش بعيد وقف يتفرج. مزبوط. لا دخل وفتح لنفسه زاويه وقرب عشان ايه؟ يشوف التفاصيل الصغيره بتاعه الحال. وبالتالي دخل شاف لا توجد مخالفه اطلاقا، وبالتالي خلى اللعب يتواصل ويستمر اللعب. كمان هنا مصطفى غربال اللي هو كان على الفار، امتياز النهارده كابتن ايمن، امتياز، لم يتدخل في حاله من الحالات اللي هي يتركها لحكم المباراه. انا عاوز الكلام دوت لان ممكن هذه الحاله كان الفار يتدخل ويجيب الحكم ويستدعي كابتن علاء ويقول له تعالى شوف. الفار هنا عنده مفهوم جيد للبروتوكول، لا تتدخل الا في الاخطاء الواضحه والظاهره والغائبه. يعني ايه؟ يعني ايه كابتن اسامه؟ الخطا الواضح اللي هو لا يختلف عليه اثنين، يعني لو جبنا اي حد نقول له دي ركله جزاء هيقول ركله جزاء، لكن هذه حاله من الحالات التقديريه لحكم مباراه. وبالتالي بحيي مصطفى غربال على ان هو لم يتدخل في هذه الحاله وادى قرار للحكم خطا تقديري، وبالتالي خلى اللعبه توصل. دي يعني دي من ضمن الحالات. لو في اي حالات او تساؤلات من حضراتكم خاصه بالهدف او خاصه بالمباراه النهارده، انا تحت امركم. ده هم اكتر حالتين اللي انت حضرتك اتكلمت فيهم دول، اللي هي بتاعت عمرو سليه، احنا نفسنا في اول اللعبه شكينا فيها، بس لما عدوها تاني واضح انه يعني رجله ما عالقلش، يعني تمام. كانت فيها الميزه الثانيه كابتن ايمن النهارده، يعني من ضمن الاشياء اللي هي الايجابيه لحكم المباراه، بنيجي نقول النهارده اتاح الفرصه او اتاح مبدا تطبيق الفرصه، اللي هو ايه؟ عندما يعني يكون اللاعب رايح وترتكب ضده مخالفه، هو بيشوف
هل ممكن يخلي اللعبه تواصل ويستمر؟ النهارده عملها تقريبا ثلاث مرات زي ما قلت، اتاح الفرصه ثلاث مرات، ودي نوع من نوع انك انت كحكم بتخلي فيه متعه يا كابتن عادل للمباراه. يعني ما بتقفش المباراه كل شويه، بتوقف بتخلي فيه متعه. وبالتالي النهارده جوميز النهارده شارك في متعه المشاهد مع لعيبه النادي الاهلي اللي هي ادت النهارده اداء ولا اروع، فكان في متعه من لعيبه النادي الاهلي وكان في متعه من حكم المباراه. النهارده سهل المباراه على نفس ما قلت لحضرتك، سهل. في قناعات في قناعات، لان قلنا الحكم لما يكون ليه شخصيه وليه حضور بتبص تلاقي جميع اللاعبين بيحترموا قراراته. حتى يمكن كان في اعتراض في دي 4 وهو راح بكل هدوء ادى بطاقه صفراء للجهاز الاداري، وبالتالي نقول النهارده امتياز لجوميز. بقول تاني النهارده هو انقذ الحكم من خطا فادح في المباراه، وبالتالي النهارده هدف صحيح لمروان محسن، وركله جزاء لا توجد ركله جزاء ضد النادي الاهلي في هذه المباراه. يعني بالتوفيق للنادي الاهلي، ومبروك طبعا لمصر، ومبروك للاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس ومتالق كالعاده. شكرا كابتن ايمن. هنروح لزميلنا